بحبه وما بدي اياه. لانا انتي الحق عليكي، انتي اللي استغليتي انه نضال بحبك لحتى توصلي لغاياتك معه لوضاح، لحتى تجاكري وتقهري. شمتاني فيني؟ لا يا لانا، معقول اشمت فيكي؟ بس انتي عن جد ما كان لازم تعملي هيك مع نضال، غلطتي كتير بحقه. يا ستي وتصرفت وغلطت، معقول ادفع الثمن غالي كل هالقد؟ طيب ليكي، انا عندي حل. شو؟ انا بروح بكره لعند نضال وبخليه يروح يحكي لوضاح كل شي صار. يمكن عليك عم تحكي انتي، معقول نضال يقبل يعمل هيك؟ ايه من كل عقلي لانا، اذا بحبك رح يقبل اي شي مشان تكوني مبسوطه. بيقبل بحاله وحده بس، اذا بدي يكون له، مو اذا بده يسلمني بايده لحدا تاني. طيب انتي شو خسرانه؟ خليني جرب. لا تعذبي حالك لانه ما رح يقبل. لا بيقبل، خلص انتي خليني حاكي ولا تاكلي هم شي. احكي. طيب معناها من بكره الصبح رح احكي معه لنضال، لانه اكيد وضاح هلا ما عم يدرس، وبخاف اذا رسب بالفحص تتاخر سفرتك على باريس. طيب في مجال تطلعي حضرتك مشان ادرس انا كمان.